المطبخ المغربي هو واحد المطبخ اللي هو غني، يعني المائدة المغربية ديال الإفطار كتكون كتشمل واحد العناصر اللي هي جد مهمة وعندها واحد القيمة غذائية وعندها اون فالور نوتريسيونال كي اسي امبورطون. على سبيل المثال عندنا الحريرة، عندنا سلو ولا سفوف، وعندنا الشباكية او بركوات ديال اللوز. الوغ حنا كل مكون غنحاولوا نشرحوه طبيا باش كمصا الاشخاص يعرفوا كيفاش خصهم يتناولوه. بالنسبه للحريره فهو واحد الغذاء اللي هو متكامل، اللي كيحتوي على نشويات، كيحتوي على مجموعه من القطاني. الوغ الحريره خصنا نردوا لها البال عند مرضى داء السكري، باش تكون القيمه الحراريه ديالها ولا لي كالوري اللي فيها ما يكونوش كثار، باش ما يرفعوش لنا داك لا غليسيمي ديال الافطار. خصنا نحرصوا بان نخدموا على سختن مكونات ديال الحريره، مثلا بلاصه ما السيده المغربيه تدورها بلا فارين بلانش ولا بالطحين، تحاول تعوض هاد لافارين بالنشا ديال الذره ولا بالخضر، باش كومسا مرضى داء السكري يقدروا يتناولوها بكل راحه. وسي الكميه ديال القطاني اللي كنديروا في هاد الحريره خصنا نراعيو بان ما تكونش كميه كثيره، يعني خصنا الا درنا الحمص ولا العدس ما نديروش اوسي الارز ولا الشعريه، يعني اما هادو اما هادو.